فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروه منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الجزء الثاني من مناقشة كتاب مذكرات آن فرانك للكاتب السويدي ديتليب فيلدرا. الكتاب زي ما قلت في الحلقة الماضية كتاب صغير جدا، 80 صفحة فقط، ولكن الكتاب بيطرح عشرات من الأسئلة في أشياء تبدو له غير منطقية. وفي الحقيقة يعني أنا أجد أن الأسئلة دي أسئلة شرعية، وكان من الواجب على أبو آن فرانك اللي هو أوتو فرانك أنه يجيب على هذه الأسئلة بشيء من المنطقية. ولكن خلينا نستمر مع في الجزء الثاني دوت، نستمر في طرح الأسئلة اللي عرضها ديتليب فيلدرا، ونشوف في نهاية الحلقة يعني ما إذا كان كلامه منطقي ولا مش منطقي. يعني في الجزء دوت مثلا نبدأ بسؤال: إزاي بنت عندها 13 سنة تكتب مذكراتها وبتكتب عن تاريخ أسرتها بشيء من التفصيل، وبتكتب عن طبيعة عمل أبيها وطبيعة علاقة شركة أبيها بشركة أخرى بشيء من التفصيل، وكأنها يعني على دراية بالعمل بتاع أبوها وطبيعته ومين شركائه وتاريخ عائلتها. فهنا ديتليب فيلدرا بيقول يعني إزاي بنت عندها 13 سنة وتطرح الأسئلة دي. ومش هو لوحده حقيقة اللي قال كده، يعني مش هو الواحد اللي طرح السؤال ده أو النقطة دي يعني استرعت انتباهه. أيضا في كتاب اسمه خدعة القرن العشرين لأي آر بوتس قال نفس السؤال، واستفسر برضو واستغرب إزاي بنت عندها 13 سنة بتكتب مذكراتها اليومية وتستعرض بهذه الدقة تفاصيل عائلتها، وبتستعرض كمان الإجراءات اللي الحكومة الألمانية اتخذتها ضد اليهود بشيء من التفصيل. يعني يصعب معه الاقتناع بأن دي بنت عندها 13 سنة اللي كتب الكلام دوت. ولكن ده سؤال يعني يعتبر أهون الأسباب. يعني في أسئلة تانية أقوى بكتير. يعني نبدأ مثلا بموضوع مكان الاختباء، المكان اللي أوتو فرانك أبو آن فرانك اختاره عشان يختبئوا فيه. هو اختبأ في مقر العمل بتاعه، في مقر العمل اللي هو عبارة عن مخزن للبهارات، لأن هو كان بيتاجر في البهارات spices والherbs. فاختبأ في نفس المبنى، في نفس المبنى، وهعرض لحضراتكم فيما بعد رسم تصميمي وتفصيلي للمكان اللي كانوا مختبئين فيه، أو كما يقال يعني أنهم كانوا مختبئين فيه. فالسؤال هنا بيقول يعني ليه اختار المكان اللي هو بيشتغل فيه عشان يختبئ فيه؟ يعني مش ده كده كأن يعني يعتبر مكان سهل للألمان، إن هم لو الألمان كانوا بيدوروا عليهم مكان سهل إن هم يعثروا عليه فيه، فإزاي يختار المكان ده وهو يعتبر يعني مكان مفضوح، مكان عليه رجل، ناس رايحة جاية عليه؟ لأن بحسب مذكرات آن فرانك في يومية بتاريخ 9 يوليو 1942 في صفحة 14، هي بتقول إن الألمان كانوا بيبحثون عن ويفتشون عن ويطاردون اليهود. فما كانش في مكان بقى أسوأ من مكان عمله ممكن يختبئ فيه. الأجانب إن مكان عمله ده كان فيه صيدلي يهودي بيعمل فيه، فلو كان اليهود مضطهدين وممنوعين من العمل ويطاردون من قبل الجستابو الألماني، فإزاي اليهودي ده كان بيعمل في نفس المكان، مكان عمل
الشركة بتاعت أوتو فرانك، وإزاي الألمان ما لقوش اليهود ده وما اكتشفوش السر المخبأ دوت وكل ده يعني. إنما المسألة بقى إن الألمان ما كانوش، حسب كلام ديتليب فيلدر، إن الألمان ما كانوش بيبحثوا عن اليهود، إنما كانوا بيبحثوا عن الأطعمة المسروقة وعن الدراجات المسروقة، لأن الفترة دي انتشرت السرقة بشكل ملفت للنظر. حتى إن آن فرانك نفسها كتبت في مذكرتها إن الدراجة بتاعتها سرقت، وده كان في 24 يونيو، في إن المذكرات بتاعتها كتبها على شكل يوميات، فكل يومية ليها تاريخ، يوم تاريخ كذا. في مذكرة بتاريخ 24 يونيو 1942 صفحة 7 هي قالت إن دراجتها تم سرقتها. فهنا صاحب الكتاب فيلدرا بيقول إن الألمان ما كانوش بيدوروا على يهود ولا حاجة، ده كانوا بيدوروا على الأطعمة المسروقة، على الأدوات المسروقة، على الأجهزة الكهربائية المسروقة، على الدراجات المسروقة. حاجة تانية برضو عجيبة، إن صاحب البيت يعني هما برضو في المذكرات بتقول إن فجأة لقوا إن في مالك جديد جاء لمعاينة المكان لشرائه. فالسؤال يعني إزاي صاحب البيت باع البيت من غير ما يبلغ أصحاب الشركة والناس اللي شغالين في المبنى، يعني من غير ما يبلغهم ومن غير ما يجي علشان يعاين البيت أصلا. يعني واحد هيبيع بيته المفروض على الأقل يجي يعاين المكان، المفروض يجي مع المشتري الجديد عشان يفرجوا على البيت، إنما المشتري الجديد مالك الجديد جاء ومعه مهندس معماري لفحص المكان. والمدهش بقى إن في باب مقفول، هو ده الباب اللي بيفصل ما بين مكان العمل وبين الشقة اللي كان مختبئ فيها، أو الجزء من المبنى، البيت الخلفي اللي كان مختبئ فيه أوتو فرانك ومعاه أسرة تانية يهودية اسمها فان تان. فالباب المغلق دوت اللي بيفصل ما بينهم، حسب مذكرات آن فرانك، إن مدير المكتب قال للمالك الجديد، قال له إنه معهوش المفتاح علشان يفتح الباب عشان يفرجوا على باقي البيت. والمالك بعد كده ما سألش على المكان السري دوت، إنه يفتح له الباب عشان يشوف باقي البيت، ما طلبش منه. فإزاي واحد يشتري بيت من غير ما يشوف نصف البيت؟ لأن هو اللي ورا الباب ده الشقة السرية كذا دور، ده نصف البيت بالظبط، نصف البيت. فالحاجة التانية بقى، إن بعد كده في شلف، بوك شلف، في مكتبة اتحطت تغطي الباب كله. فالسؤال هنا، إزاي مالك البيت الجديد ما سألش على المكتبة دي، جت إزاي وجت إمتى ومين حطها، مش كان في باب وراها، الباب ده راح فين؟ ولو كانت المكتبة دي موجودة وقت ما جه يعاين البيت لأول مرة، طب إزاي آن فرانك في المذكرات بتاعتها بتقول إن مدير المكتب قال للمالك الجديد إن المفتاح الباب مش معايا؟ لو المكتبة هي اللي سادة، يبقى أكيد الباب هو اللي كان موجود. طب والمكتبة اتحطت بعد كده، طب الملك البيت ما يعني ما استغربش، ما استفسرش، ما عندوش حب استطلاع حتى إنه يعرف إيه اللي ورا الباب دوت. المهندس المعماري اللي كان معاه، وده كله مكتوب في مذكرات آن فرانك، المهندس المعماري مش معاه بلو برينت للرسم للمبنى كله، وعارف إن ورا الباب دوت في النصف الثاني من البيت، فإزاي يشتروا بيت كامل من غير ما يشوفوا نصفه؟ يعني حاجة، كلام مش منطقي طبعا، كلام مش منطقي. الغرفة العلوية اللي هي بتسمى الأتيك كان مليئة بالأطعمة، يعني
عدد كبير جدا من البقوليات واللحمة والسجق و150 علبة خضروات. كل ده لم يلفت نظر المالك الجديد عشان يسأل يعني كل الأطعمة دي، إلى جانب إن الأسرتين اللي كانوا عايشين مع بعض، أسرة فرانك وأسرة فاندان والدنتست اللي كان معاهم، كلهم الكبار يعني بعيدا عن الأطفال، كل الأدلتس كانوا بيدخنوا السجائر بشراهة، يعني تشين سموكر، سجارة ورا سجارة سجارة ورا سجارة. كل تدخين السجائر ده ما عملش ريحة، ما يطلعش دخان، خلى لا الملك الجديد اللي جه يشوف البيت ولا الموظفين الموجودين كل يوم بيشتغلوا في الفترة النهارية محدش فيهم لاحظ إن في دخان سجائر وفي رائحة سجائر منبعثة من المكان الآخر من البيت. الباب السري دوت أو الباب المغلق الغامض ده كان في قدامه سلمة، السلمة دي اختفت فيما بعد، اتشالت. مين اللي شالها واتشالت امتى واتشالت ليه؟ محدش يعرف. آن فرانك في مذكراتها بتقول إن السلالم اللي كانت الباب السري ده والسلم اللي بيقود إليه، بتقول إن هو ما كانش زي السلالم الهولندية، ما كانش ستيب زي السلالم الهولندية. ستيب يعني طالع بشكل حاد أو نازل بشكل حاد. فهي بنت عندها 13 سنة، ايه عرفها بشكل السلالم الهولندية عشان تقارن في كتابتها بين شكل السلم ده وشكل السلالم الهولندية؟ يعني طريقة الكتابة، اسلوب الكتابة، اسلوب واحد كبير دخل بيوت كتيرة وعارف اشكال وعارف الستايل الهولندي ازاي والستايل الالماني ازاي والستايل الانجليزي ازاي، واحد يعني كبير متمرس عنده خبرة، مش أسلوب بنت صغيرة عندها 13 سنة بتكتب يوميات بسيطة. المخبأ بقى دوت، إزاي البوليس الألماني الجستابو ما انتبهش إلى إن في نصف البيت هم ما فتشوهوش قبل كده؟ إزاي لم ينتبهوا إلى النقطة دي؟ المذكرات بقى بتقول إن البوليس الألماني مش متعود ومش خبير في هندسة البيوت الهولندية، ولذلك ما أدركش إن نصف البيت دوت هم ما شافوهوش قبل كده. إنما المذكرات دايما كانت تشير للبوليس على إنه البوليس الهولندي مش البوليس الألماني. يعني في يومية بتاريخ 29 مارس 1944 صفحة 171 أشارت للبوليس على إنه البوليس الهولندي مش البوليس الألماني. يومية ب 11 إبريل 1944 صفحة 179 و 100 إلى 181، وفي 6 مايو 1944 صفحة 200، كل دي فيها إشارات للبوليس وبتقصد البوليس الهولندي. المرة الوحيدة اللي ذكرت فيها البوليس الألماني كانت لما بتقول إن البوليس الألماني بياخد اليهود وينقلهم إلى معسكرات، والكلام ده كله هي سمعته على البي بي سي. حتى إن الضابط اللي ألقى أو اكتشفهم وأخذ اليهود كلهم العائلتين دول، يعني هو نفسه بيقول حسب شهادته هو ما كانش يعرف ان اليهود دول بيتبعتوا على غرف غاز. اول مرة يسمع الكلام ده من المذكرات نفسها، وبيتساءل ازاي بنت عندها 13 سنة محبوسة عرفت موضوع غرف الغاز وهو نفسه ضابط ما يعرفش عنه حاجة، ما سمعش بيه قبل كده. انما طبعا واضح انها هي واسرتها كانوا دايما بيستمعوا للمذياع للراديو يوميا طول اليوم، وان البي بي سي كانت بتنشر مثل هذا الكلام نظرا لان انجلترا كانت في حرب مع المانيا، والاعلام الانجليزي كان مسيطر عليه آلة البروباغندا الصهيونية، فكان كل هذه الاكاذيب مفهوم سبب ترويجها ونشرها. سؤال تاني، نقطة تانية يعني فيلدرا بيثيرها، هي النوافذ المغلقة دائما. كان في نوافذ في الردهة الأولى، ردهة الطابق الأول
الردهة اللي قصاد الباب اللي وراه المكان المخبأ بتاعهم. الشباك دوت كان على طول متغطي بمربعات، يعني بكرتونة، يعني مربعات كده اللي حاجب الضوء عن البهارات. ده اللي مكتوب في المذكرات. ولكن هنا فيلدر بيتساءل، بيقول البهارات المفروض انها توضع في درج او في جارز، يعني في علب مثلا او ازايز، المفروض توضع في شيء وتوضع بعيدا عن الضوء وتبقى مقفولة كويس علشان ايضا الرائحة بتاعتها ما تتغيرش، انما ما تتحطش في الطابق، في فرودها في الطابق الاول. بيقول يعني مسألة ان المذكرات بتقول ان الشباك اللي موجود في الطابق الاول ده مقفول علشان يحمي البهارات من الضوء، كلام غير منطقي، لان الطابق الاول ده ما كانش فيه بهارات اصلا، والبهارات كانت متخزنة في الغرفة العلوية. الحاجة التانية ان قوانين المطافئ والامن والسلامة ما كانوش يسمحوا ليهم اصلا ان هم يقفلوا الشباك ده ويغطوه باستمرار، يعني يلزقوا عليه كرتونة من الورق عشان يمنعوا الضوء، لان طبعا شيء غير صحي. قوانين المطافئ والامن والسلامة ما كانش ممكن تسمح بالكلام دوت، لانه بيخلي الرودها كلها عتمة وضلمة لو الشباك ده اتقفل خالص، اتغطى خالص. وبتقول المذكرات ان هم كانوا بيستخدموا كهرباء بالليل، وفي مرة الفاتورة جت غالية جدا، فازاي الكهرباء اللي شغالة بالليل ديت ما لفتتش نظر اي حد من الجيران، اي حد ماشي برا، ان في ناس ساكنة في الجزء ده من البيت، لان ده 3 ادوار. ازاي الـ3 ادوار في عيلتين ساكنين فيه من غير ما حد ياخد باله او اي حد من الجيران يعني يحس ان في نور بينطفي وبيتولى. حتى الشبابيك كانوا بيقولوا انه غطينا على طول قافلينها بالستاير، انما حتى من ورا الستاير هيبان ان في نور اتولع وفي نور اتطفى خاصة بالليل. حتى ان آن بتقول ان هي في مره طلعت الغرفه العلويه الاتيك وبالمنظار يعني راقبت اسر الجيران في الجهه المقابله، وشافت في اسره قاعده بتتعشى وفي اسره تانية قاعده بتتفرج على فيلم. فنفس الحكايه لو هي عملت كده مع جيرانها، طب ما ممكن جيرانهم ايضا لما يلاحظوا ان في حاجة غريبة بتحصل في المكان دوت يتلصصوا ايضا عليه، وما اكتشفوا ان في ناس عايشة في المكان ده المفروض انه خاوي. الى جانب ان هي برضو في مذكراتها بتقول ان هم كانوا بيتفرجوا على افلام كتير جوه بيتهم، يعني كان عندهم بروجيكتر وكانوا بيتفرجوا على افلام داخل البيت. فأيضا البروجيكتور والإضاءة اللي طالعة من البروجيكتور وكل والصوت بتاع الأفلام، كل ده ما ملفتش نظر أي حد في إن في ساكن في سكان، حتى ما لفتش نظر الشرطة إن في سكان عايشين هنا في المكان ده. وبتقول إن النوافذ كلها كانت تغطى في 10 مساء مساء كل يوم، وكل الستائر تغلق. فأيضا كل ده ما فيش أي حد لفت انتبه إن في حركة بدءا من الساعة 10، كل شيء بيتقفل. وحتى بتقول إن فترة النهار كان أيضا بيبقوا قافلين شادين الستائر، إنما في شبابيك معينة كانوا بيحطوا عليها كراتين يقفلوها خالص. دخان الموقد نقطة أخرى، كيف أن دخان الموقد المتصاعد من المدخنة لم يلفت انتباه أحد أن في ناس ساكنة في الموقد اللي بيطبخوا عليه والمدفأة في الشتاء؟ إزاي الدخان المتصاعد من المدخنة لم يلفت نظر أحد؟ وزي ما قلت التدخين المستمر، كان كل البالغين كانوا شرهين جدا في التدخين، هذه رائحة التدخين لم تؤثر على البهارات، يعني كانوا بيغطوا الشباك علشان الضوء ما يأثرش على البهارات، والتدخين نفسه
رائحته لم تؤثر على رائحة البهارات، المفروض إنها تبقى نقية. وكانوا بيخزنوا التوباكو فين؟ يعني هم كلهم كانوا شارهين في التدخين بهذا الشكل، التوباكو كل هذا الحجم من التوباكو كانوا بيخزنوه فين؟ وإزاي الشرطة ما اكتشفتش مكان التخزين دوت؟ وإزاي الناس تكون مختبئة والمفروض إنهم يعني يحوشوا ويشيلوا فلوسهم للضروريات، الأشياء الضرورية، ينفقوا أموالهم بهذا الشكل على السجائر وعلى التدخين، وكل ده فيه مجازفة في إن أمرهم ينكشف وإن البوليس يكتشف أمرهم. حتى إن هي آن نفسها بتتساءل في مذكرة يومية يوم 8 يوليو 1944 صفحة 227 كاتبة بتقول: أمن المفترض أن نكون حقا مختبئين؟ يعني هي نفسها مش مصدقة إن هم يكونوا مختبئين وهم عايشين حياة طبيعية جدا، طبيعية جدا لدرجة إن هي وأختها كانوا بيذاكروا في المدرسة عن طريق المراسلة، مدرسة تبعت لهم، ده حسب ما هو مذكور في المذكرات، تبعت لهم الواجبات المدرسية والدروس المدرسية يذاكروها في البيت ويعملوا واجبات ويبعتوا بالبريد، فكان في بريد رايح جاي بينهم وبين المدرسة كل ده، وما فيش حد ساع البريد ما لفتش نظره ان ما فيش ناس ساكنة في البيت ده وبيوصل بريد لناس لبيت ما فيش ناس ساكنة فيه، ما بدأش يشك. حتى ان مارجوت وابوها، مارجوت اخت ان الكبيرة والاب نفسه اوتو فرانك، ايضا بدأوا يدرسوا اللغة الالمان اللاتينية عن طريق المراسلة أيضا، فمراسلات طبيعية وباستمرار بينهم وبين المدرسة، كل ده ما لفتش نظر حد أبدا. النقطة بقى اللي أقوى من كده الضوضاء اللي كانت دايما تطلع وتصدر منهم، يعني هي بتقول إن كان ممنوع عليهم إن هم يحدثوا أي صوت وأي ضوضاء بدءا من الساعة 8:30، حتى كتبة في مذكرتها بتاريخ 23 أغسطس 1943 صفحة 95 كتبة إنها الساعة 8:30 صباحا، يعني ممنوع استخدام الماء، سر في هدوء، لا نقطة ماء، غير مسموح ولا حتى بنقطة ماء، لا حمام، لا سير، كل شيء في هدوء تام. رغم إن هي كتبت كده بقى، إنما تيجي في يومية بتاريخ 2 سبتمبر 1942 صفحة 22 بتقول إن كان هناك شجار كبير بين السيد والسيدة فان دان، لم أرى شيئا كهذا طوال حياتي، أمي وأبي لا يمكن أن يصرخ أحدهما للآخر أبدا. والمذكرات بقى مليئة بالمشاجرات والخناقات بين كل أفراد الأسرتين، بين كلهم كانوا على خلاف مع بعضهم البعض. حتى إن يعني الكاتب فيلدرا بيقول ان مشكلتهم ما كانتش مع الالمان، ده مشكلتهم بينهم وبالبعض، هما ما كانوش طايقين بعض. فبتقول حتى في يومية اخرى بتاريخ 15 يناير 1944 صفحة 122 بتقول: لا جدوى ان اخبركم كل مرة بتفاصيل شجاراتنا وجدالاتنا. وبتقول انها كانت بتتدرب على رقص الباليه مساء كل يوم في يومية 12 يناير 1944 صفحة 120 و121، وفي 10 ديسمبر 42 صفحة 52 بتقول إن بيتر اللي هو ابن فان دان العائلة الأخرى كان بيقطع الأخشاب، الأخشاب دي كانوا بيستخدموها في الوقود في الشتاء للدفى، وبيستخدموها وقود يعملوا عليه الأكل للموقد، فكان بيقطع الأخشاب وبيقوم بعروض أكروبات في الغرفة مع قطته. كل الضوضاء دي وخناقاتهم اليومية، واحد بيقطع في خشب يكسر خشب يعني، وكل يعني كل ده ما فيش الصوت ده ما طلعش بره خالص، ما فيش ناس سمعته، ما فيش شرطة اللي بتبحث عن اليهود ما انتبهوش لان في شيء غير طبيعي بيحصل في البيت دوت. نكتفي بهذا القدر في حلقة النهاردة، وان شاء الله يكون في جزء ثالث واخير ننهي بمناقشة هذا الكتاب، مذكرات آن فرانك، خدعة للكاتب السويدي ديتليب فيلدرا. وأراكم على خير، وإن شاء الله أسجل الحلقة دي قبل بداية شهر رمضان وأذاعها قبل بداية شهر رمضان.
ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.